لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور خبيرة الشعر والتجميل مروة بالحسين. أهلا بك مروة. أهلا حبيبتي. الله يبارك فيك، نتمنى تكون على خير دائما. الحمد لله. كيف ما وعدنا المستمعات على أننا غادي تكون حلقة خاصة جدا للمستمعات، غادي يعرفوا معلومات تجميلية مهمة جدا حول أنواع ديال الأسوال، أنواع ديال الترطيب للعناية بالشعر. وحنا كنعرفوا مقبلين على الصيف، كنعرفوا أنه كثير من السيدات ما تيكونوش مغطين شعرهم ديالهم بحكيف كتطب الشتاء يعني بالبوني وغيره، تيتهلاو في الشعر ديالهم كثر، اولا تيبغيو الشعر ديالهم انهم يكون يعني الشعر اللي هو مزيان زوين، يكونوا مرتاحين ما يديروش لي بزاف ديال الامور يعني خلال الصيف. غير هو بغينا، بما انه انت تبارك الله عليك يعني متمكنه في هذا المجال، فبغينا لو سمحتي نمشيو خطوه بخطوه باش كل السيدات على انهم يفهموا وتوصلهم يعني لي ميساج اللي بغينا نوصلوا ليهم، على اساس انه كتجي تساؤلات كثيره ما تيعرفوش يفرقوا ما بين انواع ديال لي سوا. غادي نبداو هو انه في واحد السنوات كان دي فريزاج، ديك الترطيبه كانت هي اللي معروفه وهي اللي كثير من السيدات كيديروها وليداوموا عليها، وحنا للاسف وقفنا على المساوئ ديالها. وحتى كل سيده كتسمعنا اليوم غتعرف الوقيته اللي كانت كدير دي فريزاج، المعاناه اللي عانت الشعر، كاين اللي قرع الشعر ديالو من الاول، كاين اللي تقرد ليه بزاف، كاين اللي مجرد ما كتمشط مشطه يعني كيتفزر ليها اولا كي يعني كي هدف بزاف ديال الامور، بزاف ديال ولا كاين اللي خواليها من القدام هذيك الترطيبه لانه كتكون مجهده. فنبداو بهذه المرحله ونتعرفوا على البدائل اللي جات. اول حاجه اللي بغيت يعرفوا السيدات بان الشعر هو نصف جمال المراه الا ما كان الجمال كله. اي فعلا، يعني هو الانوثه، هو يعني اللي كيعطيها واحد تضفي على السيده واحد الجماليه في الشكل ديالها. واي سيده الا ما كانش الشكل ديالها يعني ملي كتشوف راسها في المراه ما كتكونش مرتاحه الا وما كيكونش يعني تينعكس على النفسيه ديالها وعلى المردوديه ديالها، لا في البيت ولا مع الاولاد ولا مع راسها ولا يعني مع الزوج ديالها ولا في حياتها. يعني شي حاجه اللي معروفه ان الشكل الخارجي ديالنا خصوصا عند المراه يعني مهم جدا جدا، يعني خصنا السيده ديما تهتم بالشكل ديالها وبالشعر ديالها. ملي كنقولوا الاهتمام يعني اننا كلنا كنبغيو يكون عندنا منظر زوين وفرحانين ايتترا بشعرنا، ايوا عجبنا شعرنا، في نفس الوقت خصنا نعانيو بشعرنا بزاف، نعتنيو به يعني نعتنيو به كيف كنا كنقولوها راه من شحال هذه خصنا نعتنيو به في جميع الايام وفي الفصول وعلى حسب اي مرحله عمريه الى غير ذلك. كيف ما كنعرفوا بان بزاف ديال النساء الله سبحانه وتعالى خلقنا اللي شعرها رطب، اللي شعرها اوندولي، اللي بوكلي، اللي فريمون حرش كما كنقولوا تيب افريكان. دونك كاين بزاف ديال الانواع. شحال هادي كان عندنا وسيله وحده باش كنحيدوا هذوك لي فريزوتي اولا الشعر اللي كيكون مجعد، اللي كيكون مدرج حرش ناشف كيتنفخ، السيده ما كيعطيهاش واحد المنظر مناسب مع الوجه ديالها، ما كيهبطلاش على وجهها، ما كيكونش عنده اون فورم، ما كيكونش كيتحرك يعني كيعطي واحد لو موفمون مع السيده. شنو كتلجؤوا؟ كنلجؤوا للترطيبه. هاد الترطيبه اللي هي كنعرفوها كتكون من جوج ديال الاشياء، الماده المرطبه والنوتراليزون اللي هو لو فيكساتور، اللي عندها طريقه اللي كلشي كيعرفها لان الناس واحد الوقت ولو كيديروها غير في البيت ما كيحتاجوش يمشيو عند اخصائي. اننا كنحاولوا نبعدوا شويه على لاغاسين ونديروا خصله بخصله ونحاولوا نفركوا الشعر يعني نجبدوه ونخدموه بالمشط بيدينا، حتى كتدخل وكنراعي واحد لو طون دو بوز، من موراه كنغسلوا الشعر وكنديروا له فيكساتور. زائد ديك الرائحه القويه اللي كانت فيها اللي كانت الا حنا جايين. اولا هاد المواد كيكون فيهم رائحه قويه جدا، من ضمن المكونات ديال الترطيبه سود. حنا كنعرفوا بان السود كتاثر على الشعر وكتاكل الزغبه ديالنا. دونك لان شنو هو الدور ديال الترطيبه؟ الترطيبه فيها واحد المركب اللي كيدخل ملي كيتحط على الزغبه وكيهرس لينا لادين ديال الزغبه، يعني كيفككو باش كيعطيها واحد المنظر يعني نوفيل جينيراسيون ادين، يعني كنقولوا تركيبه جديده باش كتعطينا هذيك الزغبه اللي كتولي بدل ما تكون اوندولي ولا بوكلي كتولي هابطه. غير اننا كاين الشعر اللي كيستحمل وكاين الشعر اللي ما كيستحملش، وغالبا يعني واحد 80% الشعر ما كيستحملش، وتيلا استحمل مره وجوج وثلاثه واحد الوقيته صافي لانه كيكون تهلك بما فيه الكفايه. لان كما كنعرفوا بان خصله الشعر هي طبقات، وهذاك البرودوي فاش كيتحط على الشعر يعني عنده واحد الدرجات باش كيدخل كل مره لواحد الطبقه. بكثره الاستعمال كنقدروا ناديو الخصله ديال الشعر ديالنا من الداخل، يعني من الداخل حتى اننا ملي كنبقاو من يعني كيقدر يوقع لنا بعدا بزاف الناس كانوا كيعانيوا من تساقط، كانوا كيعانيوا من الحريق
ديال الشعر من مورا يعني كيتكال ولا الفروه ديال الراس كتبدا تتحرك من بعد ان تيجي كاينين مناطق الراس شنو كيوقع لهم بحال دوزنا فيهم لاغازوار يعني من لاغاسين كتهرس الزغبه كتموت منين كيبدا يبوسي يعني الشعر كتبدا لا بوسي دوره الحياه ديال الزغبه كطوال ولكن كطوال قصحة خشينه يعني كتكون متضرره مريضه من الداخل كاين الناس اللي وقع لهم مشكل هو ان منين طاح لهم شعرهم لامبلونطاسيون ما بقاتش لا ميم ما بقاتش كنلقاو زغبه خاصله حدا خاصله بويصله حدا بويصله ولا كنلقاو الا درنا مثلا بلا ما نديرو مكبر يعني غير بشوف يبان لينا بان ما بين زغبه وزغبه كاين مساحه وهذيك المساحه هي اللي كتخلي السيده انك يخوى الشعر وبحال غيبدا الصلع وهذا كيكون ناتج ان درنا واحد الماده اللي كانت مجهده بزاف على فروه الراس ديالنا وعلى البصيلات اللي في شعرنا واللي خلاتهم انهم يمرضوا ويقدروا يموتوا وما يبقاش عندهم دوره الحياه اللي كتكون متكامله داكشي علاش يعني مع الخبره مع المده مع السنوات مع السنوات يعني من الاحسن السيدات عرفوا على انهم هذاك ديفريزاج يعني ماده اللي هي ضاره جدا ضاره جدا يتفاداها يا اما الواحد يمشي لهاد لي سوان اللي غنتكلموا عليهم يا اما الواحد يدير وصفات طبيعيه في الدار مره على مره على الاقل واحد الحاجه وصفات طبيعيه باش نكونوا واضحين الوصفات الطبيعيه كتساعدنا على نمو الشعر كتساعدنا على الحد من تساقط الشعر كتصحح لنا فروه الراس وكتحيد لنا الحكه كتحيد القشره كتساعد على تغذيه الشعر ولكن راه ما كتعطيناش التنعيم لحد الان ترطيب داك الشكل اللي كنتكلموا عليه اللي حنا كنتكلموا عليه راه ما كاينش يعني كتقدر تليل لينا شويه الزغبه ديالنا ولكن كيخص كيف كنعاودوا نرجعوا نقولوا المداومه والانضباط الانضباط على الاقل وحده اللي غادي دير ديفريزاج اللهم دير هذه الوصفات ولو ما يعطيوش واحد النتيجه يعني في واحد مره ولكن نفسيه المراه شوفي احنا كنبغيو حل سريع يعني اي مراه ملي كيكون عندنا مشكل سواء في البشره سواء في الشعر سواء في الملابس سواء في الوزن كنبغيو حل سريع يعني هذه هكا خلقنا الله سبحانه وتعالى يعني كنبغيو خاطر اننا نصبروا شي حوايج كنبغيو على الاقل نشوفوا واحد التغيير ومن بعد راه كنصبروا فعلا هو الدور ديالنا هنا من خلال البرنامج بالحضور ديالك انت كمتخصصه وانه نعطي معلومات يعني عامه فيما كيتعلق بالديفريزاج الضرر ديالو والبدائل وكيبقى السيده والاختيار ديالها ندخلوا دابا في تفاصيل اكثر على الانواع ديال 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 الترطيب انواع ديال لي سوان اللي هما كاينين الانواع ديال الترطيب وشنو كيناسبها فوالا انواع ديال الترطيب كتنقسم لثلاثه ديال الانواع أيه. يعني دابا نهضروا ثلاثه ديال المجالات عندنا لو ليساج بريزيليان لو ليساج بريزيليان هو اللي كيدخل فيه ليساج بالكيراتين بالبوتوكس بالكولاجين بروتيين تانينوبلاستي مودلاج الى غير ذلك دونك هادو كيدخلوا في نطاق ليساج بريزيليان علاش لانه كانت يعني البرازيل كانت اول دوله اللي نتجات هاد لي برودوي وتسمى عليهم هاد التقنيات هادي تسمات على الدوله وتسمى ليساج لانه ساشون كو انه هو مجرد سوان يعني مغذي للشعر ديالنا ويغير من طبيعة الشعر من 50 إلى 70% وكيسهل علينا لو كوافاج يعني هذا هي التعريف يعني اي سيدة دخلت الويكيبيديا غيلقاو هذا هو التعريف اللي كاين بان لو ليساج بريزيليان سي ان سوان نوتريتيف اي لي في بور فاسيليتي لو كوافاج روفيتاليزي لو شوفو اي دوني دو لا بريونس يعني تبارك الله يعني من 40-70% يعني انه غير طبيعه الشعر فوالا كيغير يعني كيطورها وكيحسنها وكيجعلها انها كتكون احسن لينا الى التزمنا الى التزمنا باننا كنبدلوا الشامبوان ديالنا كنحاولوا نحيدوا اي حاجه كضر لينا لان فرق ما بين نرطبوا الشعر ونعالجوا شعر متضرر يعني هادو دو شوز اللي كيسون ديفيرون فعلا هادو كاين لو ليساج جابوني لو ليساج جابوني هو واحد النوع طريقه ديال ترطيب الشعر بدون تغذيه ترطيب الشعر يعني بحال كنهضروا الشعر نازل نازل يعني بحال كنهضروا على الترطيبه اللي كانت شحال هذه لان الرائحه متشابهه ساشون كو حنا في العالم كاينين جوج ديال الماركات اللي كيديروا هاد الانواع ديال ليساج جابوني المؤاخذة على هاد ليساج جابوني بما انه يعني هو بشكل ترطيبه غادي يعطي الترطيب يعطي الترطيب ما كيعالجش لا هو ما فيهش تغذيه ولكن عنده قوانين باش كيدار وعنده مميزات على الترطيبه شنو هي
هو انه هاد الليساج جابوني كيرطب لينا الشعر حتى ل 80-90%، كيبدل من التكوين ديال الكورتيكس ديال لا فيبرو كابيلا. يعني فريمون الا كانت لابوكل ما كتبقاش لابوكل، زعما كان بوكلي ولا هكا كيتبدل فوالا. هو اللي كيقدر يعطينا يعني اقرب درجه لافي بروشينغ، يعني على حسب الانطلاقه منين انطلقنا الشعر. ياك هو سي ان ديفريزاج، فيه رائحه الديفريزاج، عنده لي ميم زيتاب بريسك ديال الديفريزا. وتا هو خصنا نردو معاه البال على فروه الراس، على لو طون دو بوز، كيفاش نديرو نجربو الشعر واش خدا واش ما خداش. ما خصش الشعر يكون مصبوغ بزاف، ما خصوش يكون محروق، ما خصوش يكونوا فيه لي ميش، ما خصوش تكون دارت فيه اون ديكولوراسيون، وما يكونش مادي بدي ديفريزاج نورمال قبل. يعني هادشي كامل هادو معايير اللي خصهم يتحترموا. هاد الليساج شنو الفرق ما بينه وبين الترطيبه؟ هو سي ان برودوي سون سود، ما فيش هذيك الماده السود اللي كان فوالا، ما فيش لو سود، وفيه واحد المكونات اللي كتحمي الزغبه في نفس الوقت. يعني هادو وكاينين جوج الماركات عالميه هما اللي كيديروا هاد البرودوي. هاد لي ساج جابونيز كتشوفي على انه يعني صالونات كيخدموا به، يعني مثلا في مثلا في المغرب ما كاينش، قليل قليل. اما في اوروبا يعني معمول به بزاف، متداول بزاف. جا من مورا هاد، يعني كان عندنا لي ساج جابوني لي ساج بريزيليان كانوا بريسك في نفس الوقت. كاينين الناس اللي ما كيوافقوش لي ساج جابوني، كاينين الناس اللي محتاجين للترطيب وتغذيه في نفس الوقت. من بعد جا تقنيات لي ساج كوريا، يعني هاد لي ساج الكوري. شنو معنيه لي ساج الكوري؟ هو اننا واحد التقنيه اللي كتجمع لينا ما بين جوج ديال التقنيات. يعني التقنيه الاولى تيكون فيها يعني ماده مرطبه اللي يعني بحال ان ديفريزون اللي كترطب لينا الشعر. هي كنعاود نرجع نقولها ما فيهاش لو سود. يعني كي قلنا بان الحمد لله كاين جوج ماركات عالميه ما كاينش فيهم، ما كايناش ليميتاسيون. هذاك السود كيكون فيه بحال الملحه، يعني داك الملحه اللي كتاكل الشعر، كتخليه ياكلو ويكون عنده داك ليفي الاستي. دونك كتكون هاد لابارتي هادي اللي كتبدل لينا الا كان الشعر، سيرتو ملي كنهضر هنا في هاد القضيه كنهضر على لي شوفو تيب افريكان، يعني الشعر اللي كيكون افريقي. الزغبه كتكون ما متضرراش، ما هي با ديكولوراسيون، يعني احترمنا هادشي كامل. من موراه كنجيبو كنغاجوتيو ليه التغذيه، والتغذيه كيف كنرجعو هو ليساج بريزيليان. يعني هادي واحد التقنيه اللي كتجمع لنا ما بين يعني لو برانسيب ديال ليساج جابوني اي لو برانسيب ديال ليساج بريزيليان، كيجمعهم بيناتهم الترطيب. وهنا فين كتجي التقنيه ديال المتخصص والدياغنوستيك. اييه يعني ملي كتجي عندي انا واحد السيده عندها مشكله الشعر ديالها، هاد السيده خصها تجلس معايا، نجلس معاها نشوفها، نقلب الزغبه ديالها، نغسل الشعر، نشوفو هو فاز كيفاش داير ليلاستيسيتي ديالها فيبرو كابيلير، ندير واحد دياغنوستيك لفروه الراس. حتى هي الحمد لله كاينين دابا دي زاباراي كيتباعوا اللي كنديروا بهم دياغنوستيك، وكاينين الناس اللي متخصصين يعني غير بالشوفه بالقيس كيعرف الشعر اشنو غيلعب ليه واشنو غيخصو ولاش محتاج بالضبط. يعني بزاف ديال العوامل، هذا هو الدور ديال التقني اللي كيكون متخصص. يعني كندير دابور وكنكون متمكن من المواد اللي عندي اللي كنخدم بهم، كنعرف كل ماده شنو هو يعني المكون الاساسي ديالها، وهذا الشعر اللي عندي اشنو محتاج، واش هذا الشعر محتاج لبوكو دو كولاجين ولا محتاج لديزويل ولا محتاج لدي بروتيين ولا محتاج لاناسيتانيك. علاش؟ حيت لاسيتانيك إل سيكاتريز لا فيبرو كابيلير، يعني كوم كيف ما كنستعملوه في الميدان الطبي باش كي سيكاتريزي لينا لي بلي، دونك لا ميم شوز كيعمل نفس العمل في الزغبه ديالنا. دونك حنا هذا هو الدور ديالنا، اننا ملي كتجي السيده كنديروا ان بون دياغنوستيك باش كنعرفوا هذيك الزغبه اشنو خاصها واشنو نقدروا نعطيوها واشنو اللي والم هذيك السيده. سا نونبيش بان كاينين ثاني، يعني كاينين دي زيكسيبسيون، ان كاين شعر اللي ما كياخذش تيكون متضرر بواحد الدرجه كبيره، كياخد وقت وكياخد قليل، يعني كياخد 20% 30%، ولكن هذا شنو يعني كيبين للسيده بان هذا الشعر ديالها راه خاصو واحد التتبع. هذا الدور عاوتاني ديال المتخصص هو انه يشرح للسيده على اساس انه لانه هادشي اللي كيوقع ملي كتكون واحد العلاقه مزيانه ما بين الصالون وما بين مثلا السيده اللي جات كزبونه، يعني كتكون الامور واضحه. يعني حتى الدور ديال السيده كذلك هو انه تعرف اشنو باغا دير، تعرف يعني اشنو يعني اولا خاصها تكون واحد الثقه متبادله. تكون واحد الثقه متبادله. اش قلنا علاش كنديروا واحد الحصه؟ اننا كنعطي واحد 5 دقائق لهذيك السيده، حنا هي كتهضر وحنا كنشوفوا الشعر ديالها اشنو محتاجه، اشنو هما المشاكل اللي عندها، اشنو هما اللي بغات تحيد يعني كمشكل ما يبقاش ليها اولا تنقص
منه أو لا، يعني باش أنها ترتاح. وفي نفس الوقت كنشرحوا ليها، لأن بزاف ديال الناس مثلا كتجيب واحد الغلط، كتقول لك أنا بغيت أنا مثلا بغيت ندير لشعري بوتوكس كابيلير. يعني هذاك لو بوتوكس كابيلير، وكتلقي أن الشعر ديالها هي محتاج بوتوكس كابيلير، ولكن محتاج الحوايج أخرى معاه، لأن هي كتقول لا أنا بغيت شعري يكون رطب. لا ما يمكنش، حيت بوتوكس كابيلير مديور بوغ راجونيغ ان شوفو باش نشببو الزغبه ونعطيوها واحد اللمعان وواحد الحيويه ديالها، وبالعكس نفخو ليها شويه الفوليوم باش تاخذ تولي كوستو، يعني تاخذ بلاصتها وتعطينا واحد لو موفمون اللي حنا محتاجين به، ماشي باش ترطب لينا الشعر وتهبط له فوليوم. يعني هذا من بين المفاهيم اللي مفاهيم اللي تبارك الله الحمد لله، يعني فهمنا يعني الفرق ما بيناتهم. بالنسبه لهذا الليساج برازيليان اللي هو دارج بزاف واللي فيه بزاف ديال كيف قلتي التقنيات بالبروتيين بوتوكس كولاجين وغيره، كيف قلتي يعني السيده ممكن انه مثلا تستفد منه الا بغات التغذيه والعلاج للشعر، يعني ماشي بالضروره لان درجه تخرج الجديد. لا ديما كاين الجديد، وديما يعني لي مارك تيحاولوا كل مره يديروا لنا واحد المنتوج اللي يكون متطور واللي كيسيبلي يعني واحد المشكله اللي مثلا تعرضوا لها بزاف ديال لي برودوي اللي كاينين سور لو مارشي كومسا، كيحاولوا يحلوها كل مره. هذا هو الدور، اننا حنايا كناخذوهم ونجربوهم ونفاليز ادوبتي وكنشوفوا شنو هي المصلحه وشنو هو لي كوتي بوزيتيف ولو كوتي نيجاتيف. كومسا ملي كتولي يعني ملي الانسان انا اللي مهم خاص الصالونات يعني خصوصا يعني مراكز تجميل للناس للناس كيقصدوهم، هذوك الناس كيديروا فينا حنا الثقه. يعني ماشي غنجيب غير برودوي واحد وغنمشي على نعممو على كل شيء، راه كاينين بزاف ديال المكونات على حسب كل شعر اشنو كيخصو كمكون. كنتمنى لانه المستمعات يتواصلوا معنا ويخليوا التساؤلات ديالهم باش نجاوب عليهم. مروه بالحسين خبيره الشعر والتجميل اليوم كنتكلموا على انواع الترطيب، انواع ديال الليساج لي سوان اللي هما خاصين بالشعر. غادي ناخذوا اول مكالمه. زينب من رباط، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله زينب. استاذه سناء مرحبا لاله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، توحشت الخير لاله اختك. شكرا. انا ماما امنيه راه تعرفيني. اييه عقلت عليك. سلم عليك. الله يبارك فيك، سلمي عليها بزاف. كيدايره حبيبه؟ لاباس عليك الحمد لله. بارك الله فيك الخبيره ديالنا، لاباس عليها. ربي يخليك معنا. الله يجازيك بخير، الله يجعله في حسناتك ان شاء الله. امين. بغيت نقول لك حبيبه، انا عندي بنتي عندها 18 عام، شعرها كيطيح وميدم وفيه القشره، وقالت لي ماما قول لها ماما فيا حتى الشيب. ماما فيا حتى الشيب وكيطيح لها اختي وميدم، عرفتي غير كتغسل كيتسدم لها وكيطيح لها ومقلقه، وقالت لها ماما قولي لخالتي فيا حتى الشيب. ما عرفتش شحال عندها. شحال عندها دابا؟ 18 عام. 18 عام ياك. صباح الخير لاله. صباح الخير حبيبه، كيدايره؟ ربي يخليك. مع الصحه. الحمد لله الحمد لله. الله يسهل عليك. ميرسي. اون فيت بالنسبه للسن ديالها باقي صغير، انه باش يكون فيها الشيب، وهذا كيدل على ان لا كولاجين ناقصه عندها. يعني انا صراحه ننصحها انها دير، كاين بزاف ديال لي ماسك اللي طبيعيين كيكونوا فيهم بزاف ديال لي كولاج، يعني فيهم بوكو دو كولاجين، باش كيعاون الزغبه ديالها على انها بعد اولا تكاردي اللون، يعني باش ماشي غنقولوا غتحد من الشيب، مي الفا لو غالونتيغ، يعني غتعطلو غتعطل هذيك يعني السرعه ديال ان الشيب باش كيمشي. وكاينين ماسكات طبيعيه كيما كاين تبحث على الكولاجين، يعني فوالا يعني المكونات الاقنعه اللي فيهم الكولاجين الطبيعي ويكون كونسونتري وديروا في شعرها وتداوم عليهم. يعني هذه من جهه، من جهه اخرى النوعيه ديال الشعر ديالها. مسألة الميدم والقشره، كاينين شامبوانات اللي كنحاولوا نديروهم، كاينين دي غوماج اللي كنديروهم في الفروه الراس باش كيحيدوا لينا هذيك القشره. من حاجه انه كيطيح كيف قلنا، الا كانت تغذيه مزيانه اكيليبغي، يعني تغذيه لينا في الماكله في نفس يعني في نفس الوقت تغذيه للشعر ديالنا بدي ماسك مزيانين، راه وتاخذ دي كومبليمون اليمونتيغ، راه كاينين مكملات غذائيه، مكملات غذائيه اللي كيعاونونا وتيحبسوا لينا تساقط الشعر، كاينين في الصيدله كيتباعوا صيدليه. دونك تيكون مزيان، هادي سي اون كور كدار يعني فريمون مزيانه. من بعد انها الا كان الشعر ديالها من الشعر يعني اللي كيكون متقصف ناشف لي بوانت، اولا عندها مشكل ديال لي بوك لي فريزوتي، يعني بزاف ديال الحوايج، تقدر انها تلجأ ديك الساعه لليساج باغمي لي ليساج، مي ضروري خصها دير ان دياغنوستيك هو الاولاني. ملي كيدار لو دياغنوستيك سوغ ليطا، والخبير كيكون كيشوف الشعر وكيشوف فروه الراس وكيتصنت لهذيك السيده المشكل اللي عندها، كيكون الحل.
خاصة يعني بالانواع ديال لي ساج كاين دابا يعني التقنيه اللي ترطيب الكولاجين فوالا كاين لا كولاجين وسي غير الا كان شعرها رطب اصلا او لا فهذا ما غتحتاجوش باغ كونت تقدر دير دي ماسك ا باز دو كولاجين كاينين دي ماسك دي اس او اس كي روفيتاليز الشعر يعني كاينين كوزميتيك وكاينين طبيعيين يعني جوج الحوايج اللي هما كاينين واخا معنا مكالمه اخرى الهام من بوسكوره الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الهام لاباس عليك الحمد لله لهلا اختك بارك الله فيك كل شيء على خير مرحبا الهام تحيه ليك والطاقم ميد غاديو كامل وكنبلغهم السلام ديالي الهام هذه راه كانت ربحات معاك القاسمه مرحبا الهام انا مروه كبيره لاباس عليك الحمد لله ما شيري الحمد لله يسوفك خير وربح سؤالي هو انا كديجا جيت عندك في شهر 3 كديت لو سوان شعري اييه و ملي درت السوان المره الاولى خرج لي زوين صراحه راه كانت النتيجه زوينه بزاف وكنتي قلتي لي خاصك تعاودي ترجعي ديريه المره الثانيه اييه دابا ما عرفتش شحال المده اللي خاصني انا باش نجي ندير لو سوان المره الثانيه واش شهرين واش 3 شهور ولا اكثر لو سوان اللي كنا درنا نورمالمون هذيك سي اون كور يعني سي ان سوان اللي كيدار على الشهر كل 15 يوم هذاك سي اون كور ما كنديروها اربعة المرات وكنحبسوا شهرين وكنعاودوا نديروها اربعة المرات اخرى هكذاك يعني هذه مره في 15 يوم حيت هذا ماشي ليساج الا كنتي درتي ان سوان غوفيتاليزون اللي كيشبب الزغبه وكيعطيها لابغيونس وكيعطيها واحد الليونه ولكن ماشي ترطيبيه هي هي الليونه يعني كنعلا ترجع من بعد 15 يعني 15 يوم ثلاث سيمانات يعني هذه باسكو سي اون كور بحال كناخذوا واحد لا دوز كل مره كنغديو الشعر ديالنا فوالا يعني سي اون كور ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل طونكو الحمد لله ما عندك لا طيوح الشعر لا والو كيبقى الاختيار منين كنحسوا بان الشعر راه خاصه واحد لا دوز ديال التغذيه دونك راه كناخذوا موعد وكنمشيو نديروا له فعلا كنحس بيه عاوتاني خاصو سوا اخر وحاجه اخرى اللي بغيت نسولك عليها مروه عافاك واش لو فيتامين او واش بصح مزيان انا نديروه في الشامبوان اللي كنغسلوا به لا فيتامين او الا مفيد للبشره والشعر جوج شكرا بزاف بزاف لا يخطيك ان شاء الله نجي ويا احسن الا قدرتي ديريه في الماسك ماشي من غير الشامبوان لان الشامبوان كنغسلوا به في دقائق وصافي اما الماسك نقدروا نخليو على الاقل واحد ربع ساعه نستافدوا منه اكثر شكرا بزاف لا يخطيكم شكرا بزاف تحياتي لك الهام شكرا لك بزاف على تواصلك معنا الله يبارك فيك صباح مبروك وخاصة وانه هاد فيتامين او بالنسبة لانه كاين دابا انواع كثيرة وكاين اللي ما فيش الجودة يعني لانه الفيتامين او دابا هو المشكل على وانه في جميع ماشي غير في الفيتامين او بزاف ديال الحوايج ما فيهمش يعني الجودة وبزاف ديال الحوايج يعني هذا كيبقى اننا كنبقاو اون تاتون جوسكا سكون تروف هذاك الشيء اللي بغينا انا مالوغ واحد ياخذوا من البارافارماسي من الاحسن الا خدينا من البارافارماسي والبارافارماسي ولا ورا بعض المرات تنقدروا نلقاوهم اسماء علم يعني كاين الماركات ولكن ما كيوالموناش وما كيعطينا اوكان نيفي يعني ما كاينش معيار يا احسن حاجه هو اننا صيفغي نديروا هذا ديال التخوف اننا كناخذوه من بلاصه موثوق منها وكنجربوا كنشوفوا كيف ما كنهضروا حتى على لي برودوي دو ليساج راه كاينين بزاف ديال الانواع ديال هذا الماركات توافقوا وابخي كاين الحاجه لان هذا مشكل كنوقف فيه كدوي الكسيده انا درت الكيراتين وخرج لي على شعري ما يمكنش لاي سيده ان الكيراتين يخرج على الشعر الكيراتين مكون طبيعي اللي عندنا في شعرنا ولي برينسيپ اللي تصايبوا عليهم هاد المنتوجات باش يساعد ويطور لينا من لا كاليتي ديال شعرنا دونك ماشي الكيراتين اللي خرج لينا على شعرنا المكونات المرافقه داخل هذاك المنتوج واخا نواصلوا باقي المكالمات معنا عائشه من اكادير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كي دايره اختي لاباس الله يبارك فيك عائشه تفضلي الحمد لله هذه اول مره ليا معكم في المكالمه مرحبا بالمشاركه ديالك عائشه مرحبا لا يعطيك الخير شكرا لك بزاف بغيت نستشر معك ايه هي معك مباشره مروه تفضلي السلام عليكم اختي وعليكم السلام لالا مرحبا الحمد لله الحين ربي يخليك عافاك باش نسولك المشكل ديالي انا في الشعر وهو انا عندي شعري جاف وكيطيح ليا بزاف يعني سواء كنت كنغسلو سواء كنت كنشطو هكاك في الدار كيطيح بلا قياس ويعني كندير له الحنه زعما الحمد لله ما عمرني ما درت له شي صباغه ولا شي حاجه بحال هكا لا ما كنصبغش نهائيا يعني. كندير له غير الحنه
والحنه كنخلطها بهذا بالماء ديال النيغرو، كنرقد النيغرو وتنخلط به الحنه ديالي. هذا كتستعملي طريقه لصبغي الشعر بها؟ كنصبغها وفي نفس الوقت حنه. حيت عندي فيه مشكل حتى في الشيب وما عرفت يعني ما كرهتش تعطيني شي وصفات هكا ولا شي ماسك. لحد الان ما كاين حتى وصفه ولا ماسك اللي كتحد من يعني من الشيب هادي. لا يعني انا بغيته غير يرطب، انا ما عندي مشكل في الشيب. باش كيف قلت لكم انه باش يرطب يعني الوصفات الطبيعيه كتساعدنا شيئا ما انها تلين لنا الزغبه، لانها كتغذيها مزيان وكتكون في صحه جيده. هادي من جهه. الا كانت عندك الزغبه ناشفه الحنه راه كتزيد تنشف الشعر اللي كيكون ناشف. يعني كتزيد تنشفو غتزيد توقفو غيزيد تحسي به انه منين كينشف كيكون بحال البلاستيك. اييه فوالا فوالا. دونك من الاحسن ما اش غنقول لك، ضروري انك ترافقيه بدوطخ سوا يعني في الجانب، يعني ضروري انك تاخدي دي ماسك بروفون راه كاينين كاينين، يعني كنديرو دي سوان اللي كيكونوا ابروفوندي اللي كيسيبليو انهم كيدخلوا لينا لداخل ديال الزغبه باش انه يعطيها واحد ليدغاتاسيون، يوصل ليها كميه كبيره من الماء، كميه كبيره يعني من المواد المغذيه والمرطبه، وباش كتحسوا بها انها كتولي ماليابل. كيف كنرجعوا نقولها باش يكون عندك واحد لو ريزولتا ايميديا يعني حيني في المواد الطبيعيه؟ لا صعيب، يعني كياخذ وقت كبير، ومع ذلك كان عندنا نرجع ونقولها ما كيبدلوش لينا طبيعه الشعر ديالنا. لحد الان الحلول اللي كاينين هما هاد لي سوا اللي كنهضروا عليهم، هما اللي كيساعدونا وكيعطيونا هذيك الدرجه ديال التنعيم والتغيير في الشعر ديالنا. بحال دابا مثلا بما انه هي ما كتصبغ الشعر ديالها وكدير يعني داك اتي نيكرو مع داك مع الحنه مثلا، ممكن انه بحال دابا مع هاد النصائح تزيد مثلا شي زيوت ولا شي حاجه على الاقل غادي تزيدو مثلا باش كنديرو الحنه مزيان انها تزيد مثلا زيت زنجلان، زيت زبجو، زيت جوجوبا، دير معاهم لو بوغ دو كاريتي، سي دي شوز اللي كيلينوا وفي نفس الوقت غادي يدمو صغير ما غاديش غير هي فوالا ما غاتنشفاش. ولكن الا كانت الطبيعه جايه من الاصل ان شعرها ديجا المكونات ديالو يعني كيعطينا شعر ناشف، خاصها تدوز لواحد ليطاب اللي كتكون عاليه باش تقدر تيكيليبري هذاك النوعيه ديال الشعر. واخ. معنا لطيفه من مكناس. الو الو لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، انا معجبه بكم وبجميع البرامج انني كنتبعها من الصباح لنا الشرف الكبير. مرحبا بك لطيفة، الله يطول عمرك. مرحبا. الله يجزيك بخير. انا سيده عندي 63 عام. بارك الله. وانا كنهتم بالمنظر ديالي الخارجي والداخلي وكل شيء، وانا ملي كنت صغيره وانا كندير الديفريزاج كل عام مره في العام. دابا المشكل اللي عندي هو انني عندي الشيب وعمري ما درت شي صباغه، كندير داك الشيء طبيعي. مزيان. ولكن دابا ديك لي روبوس دابا صافي تقريبا عامين ما درت والو، كندير داكشي طبيعي، مي ديك لو روبوس اون فوا نغسلو وداكشي كيبقاو ليا واقفين. دابا الله يجازيك بخير، واش دابا بغيت ندير شي حاجه اما لا كيراتين اما لا بروتين اما شي حاجه بغيت تشوف شنو يناسبك. فهمت ان السيده انها بغات تلجأ لهاد الانواع يعني المكونات ديال لي ليساج، مي ما عرفاتش اشنو تختار. ما عرفتش شنو نختار، سيرتو عندي زغبه ناشفه. إلا كان زغبه ناشفه يعني ضروري خاصك تختاري واحد البرودوي اللي يكون من المكونات ديالو اباز ديال لي زويل. اباز دي زويل داكور. اباز دي زويل هي احسن حاجه. كاينين مثلا يعني تشوفي واحد المركز اللي يكون متخصص وعنده بيان روبوتي، وان السيد اللي كيشتغل فيه يعني فاهم في الدومين ديالو، كوم سا يقدر يدير لك واحد دياغنوستيك اللي يكون بيرسوناليزي باش كيشوف الزغبه ديالك، كيشوف فروه الراس، كيشوف المشكل اشنو، كيفاش اثرات الحنه اولا دوك الملونات الطبيعيه. عمرك ما درتي حنه؟ كيفاش هذوك لي ديفريزون اللي كنتي كديري كيفاش اثروا على الزغبه ديالها؟ مي في جميع الحالات يعني ملي كيكون ملي كنبغيو ننتجوا سواء لا بروتيين سواء لا تانينوبلاستي سواء يعني لا كولاجين، سي دي برودوي اللي هي مغذيه للشعر، وكيبقى كيف كنقول ان درجه الترطيب كتختلف من ماركه لماركه، يعني هذا هو اللي كيكون الفرق. اما من ناحيه التغذيه والليونه وتحسي بان شعرك تبدل، راه فريمون يعني اي منتوج غير لو فيت انه يكون اباز دي زويل. علاش؟ باسكو لي زويل كيزيدوا يغذيو لينا وكيزيدوا يعطيونا واحد ليدغاتاسيون في الشعر ديالنا. واخا لاله، الله يجازيك بخير. مرحبا مرحبا. شكرا. تحياتنا لك.
صباحك مبروك. نشكركم وتبارك الله عليك مدام. يلا الله ميرسي بوكو. الله يعطيك الخير، تحياتنا ليك. صراحه من الجميل ملي كنلقاو ان السيدات الله يزيد طعمها ان شاء الله، تبارك الله، وانها كتهتم براسها وكتعطي لراسها وقت، تبارك الله عليها وبرافو. فرانشمون نتمنى ان يوليو سيدات المغرب كلهم بحال هكا. فعلا كاين دابا اللي كتوصل غير تفوت غير 30 حتى 40 كدوك وصافي كبرنا شرفنا عين. 30 40 غير تزوجات وولدات وليدات صافي كيولي الهم هو الكوزينه والدار. لا بالعكس، الواحد يعني كل حاجه ربي حتى انه ربي خلق كل حاجه وعندها القدر ديالها. بالعكس تبارك الله عليها، يهتم بالاطلاله ديالو براسو يكون مرتاح. كيف ما قلتي يعني في الاول لانه كل مرأة خصها تكون في النفسيه ديالها تكون مرتاحه، تكون مرتاحه لان المردوديه ديالها غتكون اكثر. معنا مريم. مريم من مكناس. الو مريم، تحيه لكم وتحيه لطاقم راديو. الله يبارك فيك، شكرا. عافاكي بغيت نسولك تفضلي. اييه بالنسبه انا عندي 23 عام وكندير الفولار. الشعر ديالي رطب ويعني ما كنديرو حتى دائما كنت غير الوصفات الطبيعيه وعندي كيطيح ليا. كديري غير الوصفات الطبيعيه ما كديري حتى شي حاجه كيما ولا كيطيح ليا حيت فيا فقر الدم. يعني شنو هذا باش يقوى ليا شويه؟ احسن حاجه بعدا هو انك خصك تاخذي لا كور ديالك ديال فقر الدم، ما تزازيش فيها. يعني الى الطبيب عطيك واحد مون اكس كيطبعيها وتاخذي معاها دي كومبليمون اليمونتير سبيسيال ديال الشعر والاظافر، يعني كيكونوا راه كيتباعوا في لا فارماسي، تاخديها اون باراليل يعني بالموازات مع تريتمون اللي مخرج لك الطبيب ديالك، لان فقر الدم شي حاجه اللي ما خصناش نتهاونوا معاها. كدير لينا بزاف ديال تساقط الشعر واللي كاين بعض المرات ما كيخرفش وبعض المرات كيأدي للصلع، دونك يعني خصنا نردوا البال من هذه النقطه. بالنسبه للوصفات الطبيعيه يعني راه كاين بزاف ديال الوصفات اللي كيساعدونا، اولا كيعاونونا على تساقط الشعر وفي نفس الوقت على انه كينبت بواحد السرعه. الا حاولتي تيكيليبري ما بين يعني الدواء ديالك لو تريتمون ديال فقر الدم مع لي كومبليمون اليمونتير اللي متخصصه في تساقط الشعر ولا بوسي اي لاكاس يعني اللي كاينين، تزيدي عليها واحد جوج المرات في الاسبوع ديري واحد الوصفه طبيعيه، عرفي راسك بانك فريمون غتهني من هذا المشكل وغتحليه 100%. واخا وحنا كنتكلموا اليوم على انواع ديال ترطيب العنايه بالشعر وتغذيه الشعر والتمليس الشعر، في نفس الوقت بينتي لنا يعني الفرق ما بيناتهم باش يبقى اختيار للسيده تعرف الشعر ديالها وتعرف شنو الحاجيات ديالو وتمشي يعني تخطط كيف قلتي يعني الصالون وتستفد من هاد كل هاد النصائح. بالنسبه مع ومن بعد الترطيب، لانه كاين بعض السيدات اللي كيديروا داك يعني الترطيب داك النوع ديال الصوان اللي هي اختارت مثلا الكولاجين بروتين ولا غيره يعني في المركز، ملي كترجع خاصها واش ضروري تلتزم بشامبوان معين يعني بنصائح معينه يعني ديك الوقيته ديال العنايه ومن بعد كذلك. لان شوفي ملي كنقصدوا بعدا واحد المركز تجميل وكيكون عندنا واحد الثقه في واحد الخبير اللي كنكونوا كنخدموا معاه ولا هو اللي غيخدم لينا، كيدير لينا واحد دياغنوستيك لشعرنا بعدا كنستافدوا منه وكنعرفوا اشنو هما لي كيغ اللي خصنا نديروا في شعرنا. لاننا ملي كنديروا اليساج اي سي فغي حنا غدينا شعرنا وساعدنا انه يكون رطب ويساعدنا على الكوافاج ويعطينا بون مين اتسيتيرا الى غير ذلك ويشبب لينا الزغبه ديالنا، مي راه كاينين شي حوايج اللي خصهم يرافقونا. اولا باش يدوم هذاك التقنيه اللي درنا يعني تدوم من 3 شهور حتى لخمس شهور على هذيك لا لونغور اللي تخدمات، يعني خصنا نبعدوا على لي شامبوان اللي كيسون افيك سلفات اي صوديوم، يعني ما خصش يكون لا فورمول تكون سون صوديوم لوريت سلفات، دونك هادي ضروريه الشامبوان ديالنا يكون هكا. لو ماسك ما كاينش مشكل لان ديما ما كيكونش فيه لو صوديوم، ناخذوا اي ماسك تيوافق لينا شعرنا، والناس اللي عندهم يعني امكانيات راه يقدروا ياخذوا لو باكيج كامل، يعني كو ساسوا لو برودوي ديجا ا باز دو كيراتين فيه بوكو دو بروتيين فيه دلا كولاجين اي اون ميم طون يعني كيكون ما فيهش لو سلفات وما فيهش لو صوديوم، يعني هذا بالنسبه لكيفاش كنغسلوا شعرنا. ثاني حاجه سواء بالليساج او بلا ليساج ضروري من الحمايه في فصل الصيف للشعر ديالنا. الحمايه من الشمس، هضرنا داك النهارات على لي بيبي كريم، كاينين دي بيبي كريم اللي الشعر فوالا خاصين في الشعر واللي كيحميو لينا الشعر ديالنا من اشعه الشمس وفي نفس الوقت كيغذيوهم وكيعطيوهم ليدغاتاسيون وكيعالجوا لينا التقصف. يعني كيعاودونا باسكو سي دي كريم ايدغاتون، هادي من ناحيه. كاينين يعني نحاولوا نتفاداو اشعه الشمس ما امكن لشعرنا، نحاولوا نقصوا من لو فيراليسي اللي ولات موضه. انا بزاف ديال الناس حلت سهل وتعطينا بون مين ورابيد، يعني مثال ديالنا انا بزاف ديال الناس كيستعملوا لو فيراليسي بزاف لا سواء باش يديروا به بروشينغ ولا يديروا به لي لونغور ولا هذا لو ليسور، يعني من الاحسن اننا نبعدوا عليه لو ماكسيموم بوسيبل.
كاينين ناس ثانيين اللي كيديروا دي بروشينغ، كاينه اللي كديروا بوحدها وما كتعرفش ديروا دونك كتحرق شعرها، وكاينين اللي كيلجأ كاع عند يعني متخصص في الماده، ولكن تيكون سيشوار سخون طريقه ماشي هي هذيك يعني كتحرق الشعر ديالها. يعني نحاولوا ما امكن الا درنا ليساج ديالنا نعتنيو بالشعر ديالنا، لي ماسك ديالنا، لو شامبوان ديالنا. الا كان عندنا ديجا دي زانومالي قبل من ليساج في الشعر ديالنا، يعني ليساج غير يحاول يصلح لنا هذوك لي زانومالي بواحد النسبه ديال 50 حتى 70%، حنا غنكملوا يعني بلي بيبي كريم كلكو سيروم الا كنا محتاجينهم، مره في الشهر نديروا ان ماسك بروفون اللي ثاني على حساب واش يكون اباز دو كولاجين ولا بوتوكس كابيلير ولا يعني يعني بزاف ديال المكونات دي بروتيين دي شوز دو كوا اون ا بوزوان دي زويل ايتترا. اولا نقدروا نديروا ماسكات طبيعيه اللي كنلقاوهم، يعني كيكونوا فيهم مكونات طبيعيه سهله وفي نفس الوقت كتفيد الزغبه ديالنا. تبارك الله عليك، للاسف دغيا داز الوقت، وكنشكرك بزاف على كل هاد النصائح التجميليه القيمه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول انواع الترطيب، الانواع ديال لي سوان. نتمنى انه السيدات يكونوا استفدوا معنا من خلال هاد الحلقه وتعرفوا على الانواع ديال هاد لي سوان، واكيد ان شاء الله في حلقات مقبله المزيد من النصائح والمزيد من المعلومات التجميليه. دائما رفقه خبيره الشعر والتجميل مروه بالحسين، شكرا لك بزاف على حضورك ديالك الدائم من خلال برنامج لامولاتي وعلى هاد الاستفاده. Thank you.
Why is she trying to test food?